السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. شهدت فترة رئاسة ترامب الأولى للولايات المتحدة الأمريكية تصعيدا غير مسبوق مع إيران، بدءا من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي عام 2018 وفرضها عقوبات اقتصادية شديدة سميت بالضغوط القصوى، وصولا إلى التوتر العسكري الذي بلغ ذروته باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وبعد إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية في ظل حرب ضروس مشتعلة في الشرق الأوسط، كثرت التساؤلات عن مدى تأثير ذلك على مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية والاحتمالات المتجددة للصراع أو العودة إلى طاولة المفاوضات. وكان ترامب قد أعرب عن عدم رضاه أكثر من مرة عن ضغوط الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على نتنياهو لعدم مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. فكيف ستنعكس عودة ترامب على إيران وأذرعها المنتشرة في المنطقة؟ مواجهة محدودة وإضعاف للنفوذ ومن ثم صفقة، أم مواجهة شاملة لإسقاط النظام الإيراني وإنهاء وجوده العسكري في المنطقة، أم تطبيع ربما بين إيران وإسرائيل؟ مشاهدينا نناقش ذلك مع ضيفينا، أرحب بهما بالدكتور عبد الله أبو عدس المحلل السياسي والخبير في حل النزاعات. دكتور عبد الله تحية لك. مساء الخير أستاذ محمد، لك ولضيف الكريم. أهلا بك ورحب بي الأستاذ أحمد مظهر السعد والمحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني. سيد مظهر تحية لك. أهلا وسهلا بكم، كل التحية لكم وللضيف الكريم والمشاهدين. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور عبد الله فيما يتعلق بعودة ترامب. التساؤلات اليوم، هل هي مواجهة كبيرة مباشرة شاملة تحرق الأخضر واليابس، أم ربما ضغوط فقط ومن ثم صفقة؟ بشكل عام كيف ترى الأمور، إلى أين تتجه؟ يعني لربما علينا أن ننتظر تشكيل إدارة الرئيس دونالد ترامب. يعني الرئيس شيء وإدارة شيء حقيقة، لكن أول الغيث ظهر بتعيين إليز ستيفانيك سفيرة لأمريكا في الأمم المتحدة، ومعروف عنها مواقفها الداعمة بكل الأحوال للكيان الصهيوني. الآن هذا التاجر البراغماتي يجلس على ثلث اقتصاد العالم، وهذا التاجر البراغماتي خلال الفترة الأولى من 2016 إلى 2020 مارس الآن يعني قمة الضغوطات الاقتصادية على النظام الصفوي في طهران، وهذا طبعا كلفها حقيقة العديد من الأعباء الاقتصادية. يعني قبل أن ينسحب من الاتفاق النووي، يعني لنقل كان يعني الدولار الأمريكي تقريبا يعني ب 3800 تومان، الآن الدولار الأمريكي ب 70,000 تومان، وبالتالي الآن هناك عواقب اقتصادية يعني حقيقة الآن ترهق لنقل كاهل المواطن الإيراني بالدرجة الأولى، ومن ثم الآن تقطع حقيقة الآن يعني لنقل سبل تطوير الآن المخططات الموجودة الآن في عقل النظام الصفوي في طهران. الآن ما يدور في عقل إيران حقيقة أو النظام تحديدا هو الآن كيف يحافظ على البرنامج النووي، خصوصا الآن خلال 68 يوم الانتقالية. فرأينا الآن دونالد ترامب خلال الثلاث اتصالات التي أجراها مع نتنياهو طلب من نتنياهو أن ينظف المنطقة، وبالتالي الآن دونالد ترامب أن يأتي في 20 يناير على واقع جديد، ويريد أن يبرم صفقات، ويريد أن يظهر بفكرة الآن صانع السلام، ولا يريد أن يعطي هذا المجد لبايدن، ويريد أن يتقاعد بايدن الآن حقيقة وهو متسخ سياسيا، اتساخ لا يستطيع أحد أن ينظف على الإطلاق. فإذا النظام في طهران يريد أن يحافظ على البرنامج النووي أو المنشآت النووية، لا يريد ضغوطات اقتصادية قصوى كالتي مارسها ترامب في المرة الأولى، لأننا نعلم أن بايدن كان يمارس سياسة العصا والجزرة لنقل. كذلك الآن إيران تريد أن تنتقم لمقتل قاسم سليماني، وصرحت أكثر من مرة، ورأينا المسرحية حقيقة التي خرجت قبل فترة عن محاولة اغتيال ترامب في الولايات المتحدة، والتي تم الزج بها بأحد الأشخاص الأفغانيين حقيقة. وكذلك الآن نوعا ما إيران تريد بكل الأحوال أن تحافظ على ما تبقى من أذرعها في المنطقة، وأقول هنا ما تبقى من أذرعها في المنطقة، وتريد إيران كذلك من الناحية الآن الحكومية كما قال الرئيس بشكيان الإصلاح الاقتصادي، هو هذا الرجل أتى ليعيد الآن إحياء ملف المفاوضات النووية، وكذلك الآن وعد الإيرانيين بتحسن في الوضع الاقتصادي. فإذا هذا ما يدور الآن في عقل الإيرانيين. ما يدور الآن في عقل حقيقة الآن نتنياهو عدم وجود أي تقارب على الإطلاق بين إدارة ترامب وبين الإيرانيين، والموساد يعمل الآن بطريقة حقيقة يعني لنقل يعني متعالية الوتيرة، خصوصا الآن في الفترة الأولى التي سيجلس فيها ترامب في المكتب البيضوي.
إسرائيل تريد أن توسع. يعني رأينا تصريحات ترامب خلال الحملة الانتخابية وهو يقول أنه لا بأس من ضرب المنشآت النووية الإيرانية، يقول كذلك لعل نتنياهو نظف. التنظيف بمعنى أنه الآن لديك المجال 68 يوم لتنظف، ليس فقط في غزة ولا في الضفة ولا في لبنان، كذلك الموضوع يشمل الآن البرنامج النووي الإيراني الذي يؤرق الآن حقيقة بنيامين نتنياهو ويعتبر الآن نوعا ما بالخطر الوجودي. ونتنياهو كذلك الآن حقيقة يريد أن يسرع فرض واقع جديد على الأرض في الميدان قبل مجيء دونالد ترامب، بالتعاون مع دونالد ترامب. نعم، حتى الآن يقوم دونالد ترامب بإبرام بعض الصفقات الآن حقيقة التي تجبر وترغم الإيراني على الجلوس على طاولة المفاوضات بكل الأحوال، وهو في أضعف حالاته حتى يستفيد الآن من هذه الصفقات. على فكرة أن ترامب يقول خسارة معركة لا ضير منها، المهم أن ننظر إلى الحرب الكبرى. هذه سياسة رجل الأعمال. نعم دونالد ترامب بكل الأحوال.